سمعتي عن موضوع 25 يناير ده؟ الشباب اللي عايزين ينزلوا ميدان التحرير يوم عيد الشرطة، مش كده؟ اه، ده عددهم عمالين يزيد. تفتكري هيحصل حاجة؟ حاجة زي ايه يعني؟ ثورة مثلا؟ ممكن. انتي مش شايفة اللي حصل في تونس؟ ما تهيأليش، النظام عندنا صعب قوي ينهار زي اللي انهار في تونس. سمعنا ابويا دلوقتي قاعد مرعوب في البيت. ليه؟ اصل هو كان مظبط نفسه قوي مع النظام ده، وقبل ما امشي كان بيقولي ان هو قريب جدا هيبقى وزير الاستثمار. وايه اللي دخل باباكي في السياسه؟ واحد ملياردير زي ده هتفرق ايه بالنسبه له النفوذ والكراسي والحاجات دي؟ انتي ما تعرفهوش اصلك، هو بيموت في الفشخره قبل عني. بس الفيديو اللي عملته له مراته قلب الدنيا. انا ياما حذرته من الست دي وهو ما سمعش كلمه. حر بقى. بس انتي بتقولي يعني انها مفبركه الفيديو ده لانه اكيد ما عملش كده. ايوه طبعا اكيد ما عملش كده. يضربها ايه؟ ده كان بيتمنى لها الرضا ترضى. امال ايه اللي حصل؟ معرفش يعني، وانتي شايفاني بسأل على حد فيهم. طب انتي عارفه بقى ان انتي لو كلمتيه دلوقتي ممكن تلاقيه متغير معاكي 180 درجه. انا مستحيل اكلمه. انا اهم حاجه عندي دلوقتي اطمن على ابني واتعافى من الهباب اللي انا كنت باخده ده. طبعا دي حاجه ترجع لك انت. هو انتي زهقتي مني؟ زهقت منك؟ ايه الكلام البايخ ده؟ طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انا دلوقتي بقعد افكر لما هتمشي هعمل ايه؟ انا مش عايزه ارجع تاني اقعد لوحدي. وبعدين خلاص انا اتعودت عليك. ربنا يخليكي ليا. خليك ليا، نطمن عليك وتقومي بالسلامه يا رب. شكرا.